ده وشايف ان ده يعني يغذي عصبية وعنفا هيتقدم يتطور الى مظاهر تانية زي اللي بنشوفها. يعني حضرتك الحزين المفجوع في وفاة عزيز هيكون ايه؟ هو عزيز ده بتاع كده طبعا، عشان كده بقول كثيرا من السنه تبع ابوك مش هي ملاحظه على الكلمه يعني. كثير من اهل السنه انت احب وانا واحب انا اهل السنه بيبقوا وبيبقوا اكثر عصبيه وبيبقوا اكثر مننا. كثير من المسيحيين بيبقوا اكثر مننا، كثير من العلمانيين بيبقوا اكثر مننا. هذه الماساه الانسانيه التي ما انت عارف ان المصريون جميعا يحبون ال البيت والحسين تحديدا لانه سيد المظلومين سيد الشهداء. يحظى احنا بنقول كده لكن انت بنقول ما تيجي نتجمع وبعيدا عن اي مذهب بشكل طائفي. احنا بنتكلم على مسرح سيدنا الامام الحسين وان الظالمين يجي يقول لي يلا صلاة الحسين. مين الظالمين؟ يلا صلاة الحسين. مين الظالمين يا حبيبي؟ ايوه انا ما بقول يلا صلاة الحسين، بقول يلا صلاة الحسين من كل ظالم. يا لثأرات الحسين. ايوه لان سيدنا الحسين صوّر الظلم. يا لثأرات الحسين. والحديث عن الظالمين هنا بيصيب الصحابه ويصيب بعض الصحابه الصحابه ليسوا منا الان التي الصحابه ليسوا منا الان. انا بقول يا لثأرات الحسين من كل ظالم. ذلك الظالم الذي يستعبد ناس او يقتل فيهم ده مش ظالم يجب مواجهته ويجب ان يسأر منه؟ طيب انا كيف اسأر منذ 1400 سنه؟ ده امر الى الله فيه المشتكى، يعني ربنا يحكم فيه بما يرى. انما احنا بنتكلم دلوقتي ان الحسين هو رمز للثوره الانسانيه كجيفارا طبعا. والاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي له كتاب شهير عن الحسين وعن ثوره يعني الهمت الدراما عباس العقاد كتير ايضا جداً. له كتاب شهير لكن مش على اساس طائفي يعني ربما حبكم للحسين ما هو ده اللي بيحذر منه الدكتور عبد المنعم.